بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. زي ما وعدناكم النهاردة في زراعة البامية في الشتاء، هنشوف إمتى زرعت وهتستمر الإمتى، كم الإنتاج، كم الأرباح، هنشوف كل ده وكل التفاصيل دي هتشوفوها معنا في الفيديو ده. فتابعونا بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي ما اشتركش، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. احنا في بامية الشتاء دلوقتي. ايوه. دي اللي انت زرعتها في شهر 8 مش كده؟ زرعناها ايوه تقريبا حوالي دي زرعت حوالي 10 8 10 8 وانتجت معاك امتى؟ 24/10. طب يعتبر البامية في يعني في الغالب هتنتج على كم يوم؟ ممكن تنتج من 45 يوم لغاية شهرين ونص، يعني 75 يوم على حسب الجو يعني. ممكن تبقى اكثر، ممكن تعدي 3 شهور. طيب هنا بقى، هل نقدر نقول لو تكلمنا على الارباح والانتاج وهل هي مجزيه زراعه باميه الشتاء دي ولا لا؟ اصل بنسميها خلفه احنا يعني، لان هي مش في معادها. ايوه، بس هو هنا في الجبل بتكون كويسه في الجبل، لان الجبل درجه حرارتها اعلى من تحت. تستمر شويه في ان في الاول بيكون السوق رخيص، وبعدها يعني مثلا شهر 12 تبقى السوق غالي. أسعار كويسة في شهر 12، بس عاوز إنتاج. فالجبل دافي شوية. إنتاج، بس الجبل شوية ضعيف، أرض ضعيفة. يبقى إنتاجيتها أقل يعني شوية من طب مش لو أنت زودت التسميد تعوض العناصر الأرض نفسها يعني. الجبل مشاكلها من أملاح وكذا وكذا وكذا. مش تمسك مية والكلام ده كله. ما أنت مهما حطيت مش راح تجيب، مفيش غير التسميد العضوي يعني. التسميد العضوي. التسميد العضوي اللي هو بيجيب نتائج في الجبل يعني، لو انت زود منه، بس تكلفته عاليه. طب لو رحنا الانتاج الباميه بقى في يعني انت دلوقتي، هل عزم الانتاج كان في معدل حوالي 60 كيلو في الفدان ونص؟ ده في الايام اللي احنا فيها دي؟ احنا دلوقتي في اخر شهر 12 يعتبر؟ النهارده 16/12 حوالي 60 كيلو. العدد ده هيقل طبعا كل ما تخش على البرد كل ما يقل. طب في البداية كان انتاجها يعني، لو حابين نعمل مقارنة بين الانتاج في الاول 6 و2 في 30، 8 في 30، 8 في 3 ب24 كيلو يمكن او حاجة. يعني نقص الضعف ولا اكتر من الضعف كده؟ لا 60، 4 اضعاف. 4 اضعاف نزل. يعني يعتبر. طب هل السعر يعوض نزول الانتاج ده؟ يعوض احسن. يعوضوا احسن ليه؟ لان كانت تكلفه الجنيه مثلا كانت توصل ل 40% و50% من المنتج. حاليا حوالي 15% حاليا، اللي هو العمال اللي هم هتجني بيهم الباميه اللي هم دول احنا معانا، هم شغالين، هم العمال. فالثلاثه دول يعني ممكن يجنوا فدان كده؟ لا، فدان ونص. فدان ونص. الزرع بص مكشوف يعني، كل القرون كده واضحه. الاوراق سقطت يعني، شوف من اول لحد اخر مش محتاج افتش ولا. طب ايه اللي خلى الاوراق دي تتساقط كده؟ بقت يعني ما فيش اوراق. وما فيش انتاج برضه. قل الانتاج. يعني ده من البياضه يعني ولا ايه؟ مش من البرد اولا. من البرد. البياضه ده مرض من ضمن الامراض، لكن البرد هو الموضوع الرئيسي، هو اللي بيحدد في الانتاج يعني. البيضه احنا ماشيين معاها، ماشيين الزرع على كده يعني، مش هيهزمنا في الاخر يعني. اللي هيهزمنا في الاخر درجه الحراره. درجه الحراره لما تنزل خالص. طب احنا دلوقتي مش عارفين جذور يعني النبات يعني، مشكله في الارض السوداء ان درجه الحراره بتخفت، الاجهاد بيزيد، في عفان جذور. عفان جذور في النبات دي كلها بعد الشتاء تلاقيها انما في الجبل افضل حالا. يعني هيبطل مثلا، هيجي مثلا في الشهر شهر واحد وتبطل مثلا جنيه، لكن هيقعد في نبات قاعد موجود ممكن يكمل معاك بعد الشتاء، او ممكن تتنقر تاني لو تحتميها يعني. يعني ممكن تتنقر تاني على اساس باميه جديده اللي هي هتزرع في شهر 2 دي بسهوله، ممكن تنقر تاني في الارض اللي تحت. موضوع النقر تاني مش بينجح. ما بتنجحش النقر.
مثلا تكون في ارض معينه، ارض مثلا تحافظ على املاحها او تحرص على نمائها بنسبه املاح. بالنسبة للبامية الشتاء سلبياتها ايه والامراض اللي بتجيها يعني؟ احنا طبعا البامية الشتاء دي طبعا طلع في ظروف صعبة، طلع في مجموعة اجهاد كبيرة، فطبيعي ان النبات يبقى ضعيف وعرضة للامراض، والامراض يعني ايه تتملك منه لانه في جو ضعيف، في جو صعب يعني، فيبقى ضعيف، مقاومته للامراض بتبقى سيئة يعني. عندنا احنا المرض الرئيسي في الباميه اللي هو البيض الدقيقي. وعندك ده؟ اللي هو خرط الورق ده كله، الورق ده كله اتخرط كله وقع يعني. المقاومه فيه صعبه، احنا بنقاوم على كده، احنا بنقاوم يعني، مش بنقاوم بس، ما دي اقصى حاجه ممكن نسيب عليه يعني. لان ده ممكن يوصل للبيض انه يمسك العصبه نفسها، العصبه نفسها وينزل بيها. طب بتقاومه بايه ده يا باشمهندس يعني؟ اما كبريت ميكروني مع الصابون السائل. والله في ناس بتسأل الصابون السائل ده يعني ايه؟ الصابون السائل يعني معروف يعني، صابون بريل. يعني يمشي البريل. بريل بس عشان بس سعره اعلى شويه البريل، ولا ايه؟ سعره اعلى من الصابون السائل؟ وفي الصابون الزراعي، الصابون البوتاسي. صابون بوتاسي؟ ممكن واحد يعمله بنفسه في البيت يعني، لو يجيب الخامات ويعملها في البيت. بس صعبه شويه، بس في الصابون البوتاسي ده اللي هو تمام. تمام. مع كبريت الميكروني تركيز عالي، او نجيبه السيفروف مسايل برضه، في مواد ثانيه كتير يعني. طب يضيف كم لتر الميه لل كبريت؟ كبريت يعني من 3 ل 4 كيلو في البرميل. 3 ل 4 كيلو. تمام. الكبريت الميكروني. تمام. والصابون السائل؟ الصابون السائل برضه زي كده يعني 3 4 لتر برضه مع البرميل. وادي يعني هنا عندك واضح البيض الدقيقي هنا. بق دقيقي، اي مرض بيمسك بق دقيقي. مقاومته ضعيفه يعني. البق الدقيقي والبياض، عفن الجذور برضه في الارض السوداء بتبقى برضه شديده، دي اشد يعني، بتبقى صعبه جدا. بالنسبه لباميه الشتاء دي. بالنسبه لباميه الشتاء دي يعني. دي مش هتخليها تعدي في الارض السوداء. يعني الجبل شويه عند عفن الجذور فيه قليله. فبيعدي، لكن لتحت العفن الجذور في الارض السوداء لتحت بتنهي عن الباب.